الله وبركاته. معكم الطالبة ريم يوسف أحمد النقبي وزميلتي المبدعة عائشة النقبي من المدرسة الإماراتية باحثة البادية من المنطقة الشرقية في خرفكان. عنوان مشروعنا نظام أرى الصحي، وتعني كلمة أرى أرى مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية حكامها الرشيدين أطال الله بعمرهم في الابتكار والإبداع والتميز. يخدم مشروعنا طلاب المدارس وكذلك المنطقة التعليمية والممرضة في المدرسة. يعمل هذا المشروع عندما يقوم الطالب صباحا في الحضور إلى المدرسة. أولا عند دخوله إلى الصف يقوم بحمل هذه البطاقة ويضعها هنا عند الاستشعار لتسجيل دخوله. ولهذا الجهاز عدة استشعارات، منها قياس درجة الحرارة والرطوبة والغاز والحريق.